بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. إجابات الوحدة الخمسة، تيست كتاب ماي فريند، اللي احنا بنراجع وحدة بوحدة. كنا راجعنا أول أربع وحدات، ودي الدور على الوحدة الخمسة. هنبدأ النهاردة إن شاء الله بالوحدة الخمسة، وأول جملة معايا بيقول لي علي and his wife، علي وزوجته، are hard working، مجتهدين. The company، الشركة، owned، owner يعني يكرم أو يشرف، عاوز يقول لي إن الشركة كرمتهم أو شرفتهم. يبقى هناخد إيه يا ترى؟ both them ولا they both ولا them both ولا both they؟ أي حاجة فيها زي مش هتنفع، تمام؟ علشان إحنا عايزين المفعول. طب يا ترى بقى هناخد them both ولا both them؟ طبعا الإجابة هتبقى them both، لأن المفعول يأتي قبل both وليس بعدها بدون حرف جر. يعني كان ينفع أقول both of them ماشي، لكن both them ما تنفعش، يبقى لازم أخد them إيه؟ them both، تمام؟ طيب رقم اتنين، it was very hot، الدنيا كانت حر قوي وزحمة في السوق النهاردة، وواحد من السياح ايه اللي حصل له يا ترى؟ واحد من السياح واجه ولا تعاقب ولا اغمي عليه ولا... طبعا اكيد الجمله بتاعت الايه اللي ورك بوك اللي هي فينتد، واحد من السياح اغمي عليه. بعد كده نيزر بلاير ان ذا تيم، ولا لاعب في الفريق، ولا لاعب في الفريق. نيزر لو جه بعديها اسم مفرد يكون فعلها مفرد، وانا عندي ايه؟ بلاير، يبقى لازم يكون الفعل مفرد. هاز دون ويل، ولا لاعب لعب كويس. وي ران تو ذا ستيشن، جرينا على المحطه. بات ات ووز ان، بس الكلام ده كان ايه؟ كان بلا جدوى، لاننا لقينا القطر مشي، فالكلام ده كان بلا جدوى. ذا هوتيلز، ذا هوتيلز ان ذا كابيتال، عاوز يقول لي كل الايه؟ كل الهوتيلز اللي في الكابيتال، اللي في العاصمه. طيب يا ترى كل دي، هنا هوتيلز اسم جمعي، يبقى افري مش هتنفع، اتش مش هتنفع برضو، نان ولا عايزه اوف، يبقى اذا هي اول، كل الفنادق اللي في المدينه حصل كذا كذا. طيب ات هيرت وين I hit my head on the shelf but the bin soon، يعني بيوجع دماغي لما دماغي تتخبط في الرف، بس على طول بسرعة الألم اللي بيحصل له. Hundred erased chest eased، طبعا الألم ايه؟ بيخف شوية، بيخف أولا بأول، يعني عاوز يقول ايه؟ بيريح شوية. طيب بعدين سبعة، space you do your homework or I will not allow to you to watch TV. طبعا نقط you do your homework all I will not allow you to watch TV، انا مش هسمح لك انك انت ايه؟ تشاهد التي في. فطبعا هنا عاوز يا ترى يستخدم مين؟ هنبدا نبص على الجمله. يو يقصد بيها جمع 2 3 4 وينفع واحد برضو. اور، خلاص كده انت طالما جبت لي اور وضحت لي انت بتتكلم على ايه، يبقى الاجابه ايزر، يبقى الاجابه ايزر، ايزر اور، تمام. معظم الطيور بتبني نقط في التريز، طبعا بتبني ايه؟ نستس، بتبني العش بتاعها على الاشجار. she can't choose، she can't choose، هي مش قادره تختار. she can't choose، احنا رحنا فين وايه اللي جابنا هنا اصلا؟ she can't choose، هي مش قادره تختار. between the two finances she admires them، عاوز يقول لي بتعجب بيهم هما الاثنين، يعني عشان هي محتاره ما بين الاثنين، تمام، محتاره ما بين الاثنين، يبقى معجبه بايه بقى؟ احنا لسه مختارين زيم ايه؟ زيم بوث، يبقى هي دي اللي احنا بنتكلم عليها، ان بوث تيجي في الاخر. what time will we space for lunch، what time will we shake break establish encourage. طبعا اكيد احنا لما نيجي ناخد راحة من الشغل او هناكل فيها او هنعمل فيها اي حاجة بيبقى اسمها بريك، يبقى بريك، تمام. طيب تعالى بقى هنا، منى doesn't like meat، منى ما بتحبش اللحمة. and her mother doesn't، وامها كمان، عايز اقول امها ما بتحبش برضو. طبعا انت لما يكون عندك جملة مثبتة وعايز تقول ايضا بتاخد تو، اما لما يكون عندك جملة منفية وعايز تقول ايضا بتاخد ايزر، تأتي في نهاية الجملة المنفية، تأتي في نهاية الجملة المنفية. life is full of، الحياة مليانة بكذا، which people، اللي الناس بتتقاومها وبتتحملها، يعني مليانة بالاعباء ولا بالمشاغل ولا ما ولا ولا chambers، طبعا اكيد عايز كلمة burdens اللي هي الاعباء والمتاعب. the two parties، الحفلتين، sorry parties الجزئين بقى، ال parties meet yesterday،
اتقابلوا امبارح. سبيس اوف زيم عاوز يقول وكلاهما وافق على التريتي، يبقى هاف اوف زيم ولا نيزر اوف زيم ولا افري اوف زيم ولا ايزر اوف زيم؟ طبعا انا شايف نيزر، علشان ايه؟ ولا واحد فيهم وافق، ولا واحد فيهم وافق. تمام. طيب when you space a subject you write it again in a clearer way، لما تعمل موضوع معين يبقى انت بتكتبه مرة اخرى بطريقة اوضح، يبقى انت بتعمل له ايه؟ طبعا paraphrase. paraphrase انك تعيد صياغة، انت بتعيد صياغة حاجة معينة. I didn't buy space the two shirts because they were expensive. didn't نفي، يبقى ما ينفعش نايزر، يبقى كده نايزر بره. فهو بيقول انا ما اشتريتش ولا واحد من التيشيرتات عشان كلاهما مش عاجبني، يبقى هناخد البديل على طول اللي هو ايه؟ اللي هو ايزر، لم اشتري كلاهما. working in this great heat، العمل في هذا الجو الحار is يعتبر ايه بقى؟ حاجة challenging، حاجة ايه؟ حاجة لا توصف، تحدي يعني. my school، المدرسة بتاعتي is space from my house. طبعا ايه بقى؟ كيلومتر، كيلومتر هاف ولا هاف اوف كيلومتر ولا هاف كيلومتر ولا هاف كيلومتر على طول. طبعا انا عايز اقول المدرسه بتاعتي على بعد نص كيلو، يعني نص كيلو من البيت بتاعي. طبعا هاف اوف كيلومتر مش هتنفع، وبرضو كيلومتر هاف من غير حاجه مش هتنفع، هاف ا كيلومتر هاف من غير ادوات مش هتنفع، يبقى الاجابه هاف ا كيلومتر، نص كيلو من البيت. طارق ولا سوري، ده بيقول لي تيك ذا نايف، خد السكينه اند سبيلت ذيس بيس اوف كيك انتو تو. خد السكينه وقطع لي حته الكيكه دي لايه؟ عايز يقول لي جزئين بقى، الاثنين ايه؟ هندس ولا هافز ولا كيفز ولا شيفز؟ طبعا عايزهم نصين اللي هي هاف، فطبعا الجمع لكلمة هاف هيبقى ايه؟ هافز. مام بيكد تو كيكس، ماما المرة دي طبخت كيكتين. but I didn't like، بس انا ما حبيتش ولا واحدة فيهم، يبقى ايه؟ طبعا طالما في نفي يبقى مش هناخد نيزر، هناخد اختها اللي هي ايزر، ايزر اوف ذيم، ما حبيتش ايه كلاهما. in classrooms، في الفصول، بيبلز التلاميذ نقط تيرنز، طبعا دي تيك تيرنز اللي هي يتناوب الايه؟ يتناوب الادوار. the mother gave orders، الام ادت اوامر، تو نقط اوف ذا فور تشيلدرن، عايز يقول لكل واحد من الاربع اولاد. while they were studying، وهم بيذاكروا. طبعا ادت اوامر للاربعه ولا لكل واحد لوحده؟ طبعا هي ادت الاربعه، بس كل واحد هيقوم بحاجه. تمام، يبقى هناخد ايه؟ كل واحد هيقوم مستقل، يبقى هناخد each. I watched a space film yesterday. I cried a lot. شفت فيلم ايه خلاني عيطت يعني بكيت كتير؟ طبعا الفيلم ده كان موفينج، محرك للمشاعر او مؤثر. My dad depends about، بابا بيعتمد على space of his time working. بيعتمد على ايه بقى؟ بيعتمد، عاوز يقول لي بيعتمد على كل حاجة، فطبعا بيعتمد، ده time، time وقت. تمام، يبقى بيعتمد على نص وقته ولا كل وقته ولا both of، كلا وقت. طبعا بص واني دول بره، وافري، افري اوف مش هتنفع، يبقى على طول هو عايز ايه؟ عايز هاف اللي هو نص وقته، الراجل بيقضي نص وقته في العمل. بعدين space consists of lines and verses، طبعا ده اكيد بيتكلم على البومز، القصائد تتكون من ابيات شعرية وتتكون من سطور يعني. I didn't enjoy space of the books. انا ما استمتعتش بولا كتاب. طبعا الجملة منفية، وطالما ان هي منفية يبقى مش هينفع ناخد نيزر، على اساس ان الكتب دي يبقى هناخد بدلهم مين؟ ايزر. I didn't enjoy ايزر. طيب all people، كل الناس في المجتمع، have to know the law، كل الناس لازم تعمل ايه؟ لازم تتبع، follow، تتبع القانون. ما احنا لو ما تبعناش القانون هنتنفخ، يبقى ايه؟ يبقى نتبع واحنا ساكتين بقى، follow the law. تمام. space banks،
of the Nile are polluted, ملوثين. هنا بقى بيتكلم على ضفاف النيل، هم كم ضفه اصلا؟ اتنين. يبقى هناخد يا ايتش يا بوث، كل واحده لوحدها؟ لا، بيتكلم على الاتنين مع بعض. ضفاف النيل الضفتين الشرقيه والغربيه ملوثين، يبقى اذا ايه؟ هناخد بوث. طيب بعدين حسن is a great space you can easy get on him، يبقى هو رفيق كويس تقدر تنسجم معاه، يبقى فيلو. فيلو يعني رفيق. تمام. I invited both of them، انا دعيت كلاهما to the party، للحفلة. but not attended، بس ايه بقى؟ عايز يقول ولا واحد جه، يبقى نيزر المرة دي. but neither attended، محدش جه. تمام، لانه جمله مثبته، وبط على طول انت اول ما بتشوف بط يبقى شغلك على نيزر. all his attempts were، كل المحاولات بتاعته كانت in vain، بلا جدوى. تمام. طيب تعالى بقى على القطعه. القطعه بتتكلم عن ايه؟ القطعه بتتكلم عن مطار، وبيقول لي ان المطار ده مطار عالمي، وهو زيه زي مدينه معقده، وبيقول لي بقى الوجبات بتاعه المسافرين مين اللي بيجيبها، والتسهيلات اللي بتحصل في المطار لازم يزودوها شويه، ويعني بيتكلم عن المطار بكل اشكاله وحجمه والحاجات الخاصه بيه. تمام. طيب والطيارات والكلام ده. فاول سؤال بقى في القطع بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي a modern international airport as big as، دي في اول سطر في القطع، ان المطار اللي هو بيبقى حديث بيبقى حجمه ايه بقى؟ بيبقى حجمه في حجم small town، مدينة صغيرة. هو قال لي كده في القطع، حجمه زي حجم مدينة ايه؟ صغيرة. تمام. طيب whose supplies prepaid meals، مين بقى اللي بيجهز الايه؟ الوجبات فور بلين باسنجرز، للمسافرين او للركاب بتاع البلين. طبعا كاترز اللي هم دول، موجوده في بنص كده زي ما هي بالظبط، موجوده في الباراجراف الثاني في القطع. تمام. واي دو اير فاشيليتيز، ليه بقى التسهيلات بتاعت السفر بالطياره هاف تو بي اكستنتد، محتاجين يزودوها شويه او يطولوها شويه يعني. تمام. لان ايه؟ لان يا ترى الطيارات هتزداد هيبقى عددها كتير، ولا لان الطيارين هيصبحوا اقل كفاءه، ولا لان كثيرا من الطيارات بيقع، ولا كثيرا من الطيارات هيصبح اصغر؟ لا، عدد الطيارات بيزيد كل شويه، طياره بتزيد يعني بايه؟ بالطيار يعني، مش مواعيد ثابته يعني. مثلا في القوانين الجديده بيخلوا ايه؟ طيارات اكتر، او طيارات في حاله طوارئ بتطلع وكده يعني. تمام. طيب what is the most suitable title for the passage، طيب انا حكيتكم حكايه القطعه وقلت لكم بتتكلم عن ايه وبتعمل ايه، فانتوا تتوقعوا بقى ايه؟ هات لي كده عنوان مثلا للقطعه، هتقول لي ايربورت مثلا. تمام، هقول لك صح، تمام ايربورت تمشي، بس هو جايب ايه؟ حجم المطار، ولا البضائع اللي بتتباع في تترسل بالمطار، ولا المطار الفريق اللي شغال في المطار، ولا تنميه المطارات؟ طبعا احنا بنتكلم عايزين نزود الخدمات بتاعتها ونودي الوجبات يبقى احنا كده بنتكلم على الديفلوبمنت، يبقى انسب عنوان هيبقى ايه؟ هيبقى الديفلوبمنت اللي هو تطوير المطار. تمام. طيب كلمة زيز دي موجودة في الباراجراف التالت في القطعة، طبعا تعود على ايه بقى؟ تعود على الايربورت ستاف، تعود على الايربورت ستاف، فريق الايه؟ العمل بالمطار. طيب what does promises in the last sentence mean، في الجملة الأخيرة في القطعة بقى معناها ايه بقى؟ يا ترى معناها ان هي ميكس بروميس، انك تعمل تأدي الوعد اللي عليك، ولا ميك سمثينج لايكلي، تعمل حاجه زي كده يعني او حاجه انت حاببها، ولا سي وان ويل جيف سمثينج تو سمسون، ولا هتقول ان واحد هيدي حاجه لحد، ولا اكسبريس سمثينج تو هابن، انك انت بتعبر عن حاجه هتحصل. هي دي فعلا، انك انت بتعبر اكسبريس سمثينج تو هابن، حاجه ايه؟ هتحصل. تمام. ده معناها في القطعة، لما تقرا الجملة بتاعتها من اولها لاخرها تحس ان هي ايه؟ قريبة من المعنى ده. طيب what kind of good، ايه نوع الجود دو بلانز كاري اللي بتحملها الطيارات؟ طبعا هو قال لي ايه؟ قال لي ان البضائع دي تشمل anything، كل حاجة، from مثلا قال لي فورين زوت وجولد بارز، بيكلمني هو عن الايه؟ عن الاوفر اوفر سيز بانك، يعني يتكلم عن بضائع كتيره تقدر تجيبهم، جوريلا باوند فورين زوت كده يعني. تمام. فبيتكلم عن البضائع يعني تشمل ايه او تتضمن ايه. رقم 8 8 what
determines the size of runways. طبعا عايز هو بقى ايه التحديدات بتاعة الرانويز، هتلاقوها موجودة زي ما هي. هنقوله على الأقل 50 متر، at least 50 متر wide and 4 kilometers long. 50 متر اتساع وأربعة متر بالطول، موجودة في القطعة طبعا. تسعة بقى find the word، شوف لي كلام في القطعة اللي معناه انك انت تصبح مسؤول عن حاجة. طبعا انت تصبح مسؤول عن حاجة دي هنلاقيها في الباراجراف، في الباراجراف التالت برضو، اللي هي كلمة مونيتور. مونيتور تمام، مونيتور تمام، زي المونيتور ما هو بيبقى مسؤول عن كل حاجة فين في الكمبيوتر. طيب عايز كمان حاجة تاني اسمها ايه، فريدم، فريدم فروم دينجر، يعني حر من المخاطر. حر من المخاطر يبقى تساوي كلمة آمن، يعني آمن، فعشان كده خدنا سيفتي، خدنا سيفتي اللي هي الأمان تمام. 10 كومبير، قارن بين وظائف الاير ترافيك كنترولرز اند المينتنس انجينيرز. ده سؤال صعب شويه لان بنجيب حته من فوق وحته من تحت تمام. احنا هنلخص الكلام ونقول ان الاير ترافيك كنترولرز هاف راديو لينك ويز ذم، معاهم راديو لينك تمام، ومعاهم مينوتور، ومعاهم كمان اير هورن، اير بورن تمام. طيب اما بالنسبه للفريق الثاني بقى، دول بقى ايه، انشور ذا سيفتي اوف ذا اير كرافت، يعني جماعه بيبقى معاهم معدات شغالين بيها، وجماعه بيعملوا على المهندسين بقى بيعملوا على ايه، ان التاكد من حاجات الامان في الايه، في الطياره تمام. دي المقارنه بينهم. القصة بقى why was Rasendil going to Stirlesu when he met the king. Rasendil لما قابل الكينج كان رايح استيرلسو ليه بقى؟ ايه اللي كان مودي استيرلسو يا ترى؟ تعال نشوف، يا ترى عشان يحضر التتويج، ولا عشان يقتل الدوك، ولا يقابل انطوانيت، ولا يكتب عن السوسايتي؟ انت رايح استيرلسو يبقى انت رايح تحضر التتويج تمام. طيب why was Michael a wicked man، كان راجل خبيث حس سبت ان هو يقتل الملك، ولا وقف جنب اخوه، ولا قتل فريتز، ولا poisoned his brothers. طالما راجل خبيث يبقى بيتعامل بالحاجات اللي من تحت تحت، سمم اخوه. What made the people in the old town، ايه اللي خلى الناس في المدينة القديمة بوز ذا كينج، بتعارض الملك؟ طبعا علشان هم ما بيحبوش اخوه، ولا هم بيحبوا والدهم، ولا هم عارفين ان هو ممكن يغير حاجة، ولا زي didn't ولا زي didn't like his finance، ما حبوش خطيبته يعني او المخطوبة بتاعته. طبعا اللي خلاهم ما غيروش رأيهم، اللي خلاهم بيحبوا الدوق اصلا، هم متأكدين تماما ان مفيش حاجة هتتغير تمام. What did the king have to return، ليه الملك اضطر ان هو يرجع القلعة في الظلام؟ علشان اللصوص هيهاجموه، ولا علشان هو بيحب الضلمة، ولا علشان الناس ما تعرفوش، ولا علشان هو بيستمتع بان هو يبص للنجوم؟ طبعا علشان محدش يتعرف عليه تمام. طيب المحادثة بقى ما بين أحمد وأمجد، فأحمد بيقول له ازيك يا أمجد، this is أحمد speaking how are you، بيتكلموا في الفون كده طبعا، فبيقول له أهلا أهلا بيك how are you، فطبعا طالما قال له how are you هيقول له I am fine thanks، أنا بخير شكرا. how are you أنت كمان، أنت اللي عامل إيه؟ قال له والله أنا كويس برضو، I am having birthday بارتي، أنا عندي حفلة عيد ميلاد أم مضي يوم الاثنين بالليل، نقط تحتها نقط، اكيد هيقول له تحب تيجي، فهيقول له ايه would you like to come، تحب تيجي، فالتاني هيقول له of course، بالتاكيد ايوه طبعا انا بحب الحفلات جدا، فقال له انا فرحان ان انا عرفت انك انت ايه جاي، I am happy to hear this. سأله سؤال قال له لا والله مش كتير، يا دوب ايه زمايلنا واصحابنا اللي انا اعرفهم اللي عايشين في مدينة نصر، فهيقول له ايه how many people do you invite، كم عدد الناس اللي هتدعيهم؟ قال له مش كتير يعني تمام، فممكن تبدلها باي حاجة تاني. المهم قال له ايه، قال له ناو نصر سيتي ناو، راح سأله حاجة طبعا سؤال مزير هنا عشان باقي الكلام، وإجابته يس، عرفناه من يس اوف كورس، فهنقول له ايه دونت يو، أليس كذلك، ولا ايه رأيك انت ندع حد تاني يعني ولا ايه؟ قال له لا لا يس اوف كورس تمام. المهم راح سأله سؤال قال له يس اي نو ذا ادرس، انا عارف العنوان، يبقى هيقول له ايه عارف العنوان ولا مش عارفه، سوري انا كتبت اي ام فاين، فهيقول له ايه دو يو نو ذا ادرس ويل، دو يو نو ذا ادرس ويل، انت عارف العنوان كويس؟ قال له ايوه انا عارفه. الاخيره دي هيقول له ايه انت عارف العنوان كويس؟ قال له ايوه انا ايه انا عارفه تمام.
طيب الترجمة: man is exposed to many mental and physiological pressures which affects his behavior. إن الإنسان معرض لكثيرا من الضغوطات العقلية وال يا إما تقولها فسيولوجية يا إما تقولها جسدية بقى، التي تؤثر في سلوكه. تمام. artists are the mirror which reflects a society's culture. إن الفنون هي المرآة التي تعكس ثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده. تمام. طيب بعدين: تحولت القيادة عبر المدينة إلى تحدي صعب بعد أن ازدادت أعداد السيارات وازدحمت الطرق. هنقول إيه بقى؟ driving across the city اللي هي القيادة عبر المدينة has turned into تحولت إلى hard challenge تحدي صعب بعد أن ازدادت after the number of cars has increased بعد ما ازداد عدد إيه؟ السيارات وازدحمت الطرق and the roads have become crowded وازدحمت الطرق. تمام. الثانية: إن مد يد العون للآخرين في المواقف الصعبة التي تواجههم يجعل من الحياة ذات قيمة ومعنى. هنقول بقى: giving help to others إعطاء المساعدة هي إن مد يد العون. تمام. in difficult situation في المواقف الصعبة which face ما التي تواجههم makes life valuable يخلي الحياة ذات إيه؟ ذات قيمة and meaningful. السلام عليكم.